استمعوا الآن لكلمة الأستاذ محمد العزيزي مدير عام شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية. Allow me to welcome Mr. Muhammad Al-Azizi, Director General, Northern Region African Development Bank for his speech. Thank you very much, Your Excellency, Prime Minister. Your Excellency's members of أصحاب السعادة أعضاء الحكومة المصرية وممثلي الجهات التنموية الذين تبنوا هذه المبادرة المثمرة. السيدات والسادة، اسمحوا لي أولا أن أهنئ حكومة جمهورية مصر العربية، وذلك لإنشاء هذه المنصة الوطنية، منصة نوفي، والتي تهدف إلى تسريع تنفيذ أجندة مصر الخاصة بالعمل المناخي. وكما تعلمون، ومع النمو السكاني في الواقع يزداد الضغط على مياه وطاقة وموارد الغذاء في إفريقيا، وهذا أمر حتمي. إن مصر ليست مستثناة من هذا الضغط، وفي رأيي تمتلك الحكمة، وذلك من خلال الوفي، من خلال هذه المنصة، ومن خلال برنامج الربط بين الغذاء والطاقة والماء. يمكن أن نستلهم أن أهداف البلدان يمكن أن تتحقق، وفي نفس الوقت يمكن تلبية الاحتياجات التنموية لشعبها. أحدد على سبيل المثال ثلاثة مشروعات تحت محور الماء. بالأول، وهو استخدام الطاقة المتجددة في تحلية مياه البحر، وذلك من أجل إنشاء 5 محطات بقدرة إجمالية 625,000 متر مكعب في اليوم من الماء، وهذا سوف يمد 4 ملايين مصري بالماء، ويضمن نجاح جهود التكيف، ويساعد على جسر فجوة نقص المياه. المشروع التالي يتعلق بتوفير مضخات تعمل بالطاقة الشمسية لضخ مياه الري، والأخير هو مشروع التكيف الزراعي ومنظومة الغذاء. السيدات والسادة، أصحاب السعادة، بصفتي رائدا لهذا المحور الخاص بالماء، أود أن أقول أننا قد تواصلنا مع المؤسسات المالية الدولية من أجل أن نكتتب اهتمامهم بهذه المشروعات، و لدينا اهتمام بقيمة 2.3 مليون دولار، ونحن في الأساس كان هدفنا 1.6 مليون، وبالتالي نحن تخطينا الهدف الذي كنا نطمح إليه. هذه الأرقام وهذه المبالغ تؤكد الاهتمام بمحور الماء تحت منصة نوفي. الماء في كل مهم لكل مكان، وقد حشدنا كل اهتمام المؤسسات المالية الدولية 14. دعوني أعطيكم إحاطة عن ما تم في تنفيذ هذا المحور. وقد دفع البنك جهوده الرامية إلى تنفيذ محطات التحلية، بما في ذلك عملية تحديد النطاق، بالإضافة إلى تحديد أهداف المؤشرات المرجعية للتشغيل. وكما أوضحت سعادة الوزير، قد أيضا حشدنا تمويلا من بنك التنمية المرفق المائي الإفريقي من أجل إجراء الدراسات الفنية. ونحن نقر أيضا التقدم المحرز من جانب شركاء التنمية، وذلك في شكل تنفيذ 20 مشروع محطة تحلية. في 2022 قام بنك التنمية الإفريقي بدعم مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف بهدف استخدامها في الري. علاوة على ذلك، عد البنك مقترحا هذا العام قيمته 15 مليونا من أجل مد نطاق محطة أبو رواش التي تزود الزراعة بمياه الري. وهذا مثال حي على مشروعات الربط بين 3 محاور. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إن البنك أيضا قد أطلق إصلاحات من أجل دعم برامج هذا الربط، وقد
تعاون مع السلطات المعنية من أجل دعم وتعزيز إعادة استخدام مياه الصرف في الزراعي، كما أننا ندعم أيضا التحول في أهم القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الزراعة الذكية والري الذكي. أخيرا أود أن أشكر قيادة الحكومة وأشكر المؤسسات المالية الدولية التي أبدت اهتمامها بمحور الماء في نوافي، وأشكركم شكرا جزيلا.